محمد صبحي عن الحارسين بالظبط كده. كانت هي بقى الشعرايه دي، الشعرايه دي حته الاطمئنان الاكثر او الثبات الانفعالي الاكثر، التركيز الاكثر في الوحدات التدريبيه، التركيز في الشغل، التنفيذ الاكثر بدقه. خلي بالك كلمه بدقه، لان كل كان بينفذ كويس قوي بدقه شديده جدا في التعليمات اللي احنا عايزينها في اثناء التمرينات. كل دي كانت ادت افضليه، الارتياح لاداره الماتشات، وبالاخص ان محمد صبحي لعب اخر ماتش بتاع جنوب افريقيا الودي اللي احنا لعبناه وكسبناه على استاد القاهره 1-0. كل الامور دي كانت مديه الشعرايه اللي انا بقول لك عليها، اللي فصلت الاختيار النهائي ان محمد صبحي يكون هو اللي هيلعب البطوله. لما رحت للكابتن شوقي غريب قلت له كابتن شوقي انا خلاص شايف ان محمد صبحي هو حارس منتخبنا الاولمبي، رد فعله ورايه اتناقش معاك قال لك ايه؟ كان كلامه ايه؟ احنا الاختيار دايما بيبقى اختيار جماعي طبعا، يعني حتى في مركز حراسة المرمى، لان المدير الفني بس طبعا انت اول واحد بتروح بالاسم وبعد كده نتكلم فيه. المدير الفني نفسه اما بيجي يختار التيم، كابتن شوقي غريب لما بنيجي نختار التيم بيقعد معانا كلنا، مع الجهاز الفني كله، وبنقعد وبنتكلم، طب انت شايف مين؟ طب ده، ونقعد نتناقش كلنا، وفي الاخر بيطلع قرار جماعي. مش قرار كابتن شوقي غريب ولا قرار اسامه عبد الكريم، ده قرار جهاز باجمعه، ان احنا خدنا قرار في اللعيبه دي، في الحراس دي، في الناس دي اللي بتبقى موجوده، ده دايما احنا بنشتغل بالقرار الجماعي. انا عايز الحته اللي فيها شويه كواليس، يعني انا كابتن شوقي غريب يا كابتن اسامه بقول لك ايه، طب ما عمر رضوان هو اللي كان بيشارك معانا اكتر، طيب ما عمر صلاح عنده خبرات شويه مع الزمالك وشارك بشكل اكتر مع الزمالك، اكيد في مناقشه. المناقشه دي في النهايه ادتنا لمحمد صبحي، حصلت المناقشه دي ولا اول ما قلت له انا محمد صبحي هو اللي بينفذ تعليماتي في التمرينات بدقه زي ما حضرتك قلت، قال لك اوكي انا خلاص انا موافق على محمد؟ هرجع اقول لك تاني، احنا القرار يا كريم قرار جماعي. انا الحمد لله كل الجهاز بيبقى له رؤيته، واحنا انما في الاخر انا اقرب حد للحراس بحكم الشغل، انا اللي شايفهم، انا اللي شايف الحاله، انا اللي شايف الكلام ده. الحمد لله انا عمري احنا اشتغلنا بقى لنا 4 سنين بنشتغل انا وكابتن شوقي غريب مع بعض، سنتين في الانتاج الحربي وسنتين مع المنتخب الاولمبي. ما فيش مره احنا كان في اختلاف في وجهه النظر في حته مركز حراس المرمى، انا بتكلم على الحته بتاعتنا، ما كانش في مره ان اسامه عايز كريم وكابتن شوقي مش عايزه، مفيش. كان في اتفاق مبدئي واتفاق ظاهر ما بيني وما بينه على المستوى الشخصي وما بين الجهاز في الارتحال، في مناقشات، في محادثات، في كلام، في طب ده، في كلام للجهاز الفني باكمله، انما كان دايما كلنا بننصب جميعا في المصلحه. ده كانت الاختيارات، ممكن تكون من وجهه نظرنا احنا في التوقيت ده هي الانسب والافضل، وممكن تكون الناس اللي بره بتشوف حاجه تانية، لان الجميع يعني زي ما كنت بسمع وبيتقال لي ان الجميع ما كانش في الحسبه خالص محمد صبحي. الجميع كان باصص ان البطوله وكل المدربين الكبار لحراس المرمى في مصر وكل النقاد الرياضيين وكل الاعلاميين وكل الصحفيين، حتى الشارع المصري كان بيتكلم في اتجاه يا اما عمر رضوان يا اما عمر صلاح. صحيح. المفاجاه كانت بالنسبه لهم هو محمد صبحي جدا لاسباب جداً. كتيره. محمد صبحي قال لهم مباريات في الدوري، قال لهم مباريات مع المنتخب. صحيح. اصغرهم سنا. صحيح. فكل الامور ما كانتش منصبه في الاطار ده. صحيح. اما خدنا قرار بمحمد صبحي الحمد لله ان هو كان قرار في محله وكان قرار عن قرب، وودت للناس ارتياحيه ان الرؤيه عندنا دايما الحمد لله كويس. بصراحة.